ممكن والإقبال على الله عز وجل، لا سيما من بعد العصر إلى بعد إلى قبيل الغروب، هناك ساعة الاستجابة، ساعة استجابة الدعاء الذي هي ساعة في كل يوم جمعة، فكيف إذا صادفت يوم عرفة؟ فغدا يوم ذكر، يوم عبادة، يوم طاعة. املأوا نهاركم غدا بالذكر، أكثروا من التكبير، أكثروا غدا من قولكم الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. أكثروا غدا من الاستغفار، أكثروا غدا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. أكثروا من قراءة القرآن. لا يفت يوم الغد إلا وكل واحد منكم تصدق، حاول أن تتصدق غدا عدة مرات، يعني في الصباح ولو بالشيء القليل، ولو بالشيء القليل. في الصباح تصدق، بعد الظهر تصدق، بعد العصر تصدق، قبيل الغروب تصدق. لا تجعل غدا يمر عليك هكذا، لا تجعله يمر هكذا كأي يوم. غدا هو يوم متميز، ينبغي أن نملأه أحبابنا بالذكر والدعاء. لا تنسوا غدا، غدا اجعله يوما مليء بالدعاء. أول شيء، أول شيء ادعو لنفسك أن يجعلك الله من أهل القرآن، أن يجعلك الله أنت وزوجتك وأولادك وأمك وأبوك وأحبابك من أهل العافية، من أهل العافية في دينك، من أهل العافية في دنياك. الأمر الأهم أحبابنا، لا تنسى من الدعاء للمسلمين خصوصا أهل بلدك، لا تنسى الدعاء بأهل بلدك، أن تدعو كذلك لولاة الأمر القائمين عليك، رئيس بلدك، الموظفين، العلماء، المسؤولين، ادعو لهم بأن يصبحهم الله، أن يجعلهم الله عز وجل أهل خير، أهل فضل. لا تنسوا الدعاء أحبابنا لولاة الأمور، أمر ضروري جدا، الدعاء لولاة الأمور أمر ضروري جدا، ادعوا لهم بالصلاح وبالاستقامة، لا تنسوا ذلك. في جوف الليل اليوم، في عند منكم أنتم الآن أظن الساعة عندكم الآن 10 أو أكثر، اليوم يوم السحر، كذلك استيقظوا قبل الفجر وصلوا ركعتين وتناول طعام السحور واستغفروا الله وأكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ولا تنسوني كذلك من دعوة صالحة.